السيدات والسادة أهلا بكم إلى نبض البلد أقر مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء بأغلبية الأعضاء الحاضرين الطلب من الحكومة مغادرة السفير الاسرائيلي في عمان وسحب نظيره الأردني من تل أبيب والإفراج عن الجندي المحكوم أحمد النقاش كما صوت المجلس في الجلسة التي خصصت لمناقشة قضية استشهاد القاضي الأردني رائد زعتر على يد الجندي الاسرائيلي على فرض سيطره اردنيه فلسطينيه على المعابر واصدار مذكره اعتقال بحق قائد الجيش الاسرائيلي في حال دخوله الاراضي الاردنيه. كما اقر مجلس النواب بالاجماع اجراء تحقيق موسع وتقديم الارهابيين والقتلى الى المحاكم الدوليه التي وجاء التصويت بالاجماع وبمطالبه الحكومه بالمبادره بمذكره مصالحه بين فتح وحماس وهذه حظيت بالموافقه وايضا امهال الحكومه حتى يوم الثلاثاء المقبل لاخذ مقترحاتها او طرح الثقه بها. كل هذا واكثر نتابعه بالتقرير الذي اعده لنا الزميل جورج برهم من قسم الاخبار. دماء الشهيد القاضي رائد زعيتر الزكيه والتي سالت على ثرى الضفتين. حركت الشارع الأردني لينتفض في المحافظات كافة تنديدا بحادث اغتيال الشهيد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي صوت الشعب مجلس النواب قرر إمهال الحكومة أسبوعين لتنفيذ قراراته وإلا فإن مستقبل الحكومة سيطرح للتصويت بحسب الثقة لا 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 يا حمد. يا حجي. قرارات وصفها النواب بالقديمه الجديده تتمثل بالافراج عن الجندي احمد الدقامسه وطرد السفير الاسرائيلي من عمان والافراج عن جميع الاسرى الاردنيين والفلسطينيين في السجون الاسرائيليه واطلاع النواب على نتائج التحقيقات التي تجري حول ظروف وملابسات استشهاد زعتر من اجل تقديم من ثبتت ادانته من جنود الاحتلال الذين وصفهم المجلس بالارهابيين والقتله الى المحاكم الدوليه واعتقال قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي فور تواجده في الاردن بتقديم تقارير دوريه وعلى مدار اليوم لوضع مجلس النواب بصورة الاجراءات الرسميه المتخذه بقضيه الشهيد زعتر اذا نواب... وطالب المجلس من الحكومه ايضا العمل على فرض سيطره اردنيه فلسطينيه على المعابر الحدوديه مع الضفة الغربية ودعا المجلس الحكومة إلى التدخل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني بتبنيه مذكرة مصالحة بين فتح وحماس هناك مذكرات تطلب حجب الثقة عن الحكومة منها ما هو مشروط بأنه إعلان الحكومة عن السحب السفير وكذا هذه المدة التي قبل شوية صوتوا عليها مع منحة بالمقابل رفض مجلس النواب بالإجماع الموافقة على مقترح نيابي يتعلق بإجبار إسرائيل على تقديم اعتذار رسمي إلى عائلة الشهيد معتبرين ذلك شحداً للكرامة المقترحات التي نجحت هي تتعلق بإلزام الحكومة بالأخذ بالتوصيات التي قررها المجلس نعطي الحكومة لجلسة يوم الأحد مساءً تجيبنا هل هي تنفذ هذه القرارات أو بعضها أو كلها وعلى ضوء ذلك يجري طرح الثقة بالحكومة، إذا استجابت بعتقد ما في داعي. مراقبون يعتبرون أن على الأردن تحقيق مكاسب سياسية، وخصوصا أن هذه الحادثة تزامنت مع مفاوضات السلام، لا سيما وأن الأردن يعتبر شريكا رئيسيا. بينما آخرون أطلقوا مطالبا وصفت بالعاطفية كان أبرزها التدخل العسكري وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإنهاء جميع المعاهدات والاتفاقيات جورج برهم رؤيا ردود الفعل الشعبيه ايضا عبرت عنها مقاله الزميل باتر وردن في الدستور الاردنيه والتي جاءت بعنوان ما قيمه الاردنيين بالنسبه لاسرائيل ويقول الكاتب في هذه المقاله ما هي قيمه الاردنيين لدى اسرائيل وعبر بالقول قائلا إن هذه القيمة السلام عند الإسرائيليين دعونا نعرف من خلال ممارسة ضغط سياسي على إسرائيل لأن الجواب على هذا السؤال هام وجدا في تحديد مسار السياسة الأردنية برمتها في موضوع مفاوضات الحل النهائي. السؤال الأهم من ذلك ما هي قيمة المواطن الأردني عند الحكومة خاصة عندما يتعرض هذا المواطن إلى القتل من قبل الجنود الإسرائيليين؟ هذا سؤال حساس وحيوي، ويمثل عنصرا رئيسا في علاقه الدوله بالمجتمع، وفي حال وجود تفكير استراتيجي عميق، يجب ان لا يكون الجواب عن هذا السؤال مرتبطا بمضمون التقرير الاسرائيلي المنتظر، بل يظهر برد فعل رسمي منذ الدقيقه الاولى. اليوم نناقش هذه الردود، ردود الفعل النيابيه والشعبيه. كيف يمكن تطبيق قرارات مجلس النواب وتوصياته في جلسة اليوم ما هي جدية الحكومة في تطبيقها من خلال ضيوفنا الذين نناقشهم اليوم أصحاب السعادة النواب سمير أويس والدكتور الزميل عساف الشوبكي وسعادة النائب ياسر السرية بعد الفاصل ننتظر التفاعل معكم انتظرونا ارحب بكم اعزائي المشاهدين في مستهل هذا الحوار اهلا بك سعاده النائب ميسر واهلا بك سعاده النائب سمير اهلا وسهلا بك دكتور مرحبا اهلا بكم نبدا معك استاذ ميسر هناك ازمه داخل مجلس النواب ازمه الخروج من هذا الواقع اللي فرضته عمليه استشهاد القاضي رائد زي فماذا ماذا انتم اليوم في المجلس كنتم صعدين هل سننتظر اليوم الثلاثاء وتبرد الامور ولا شو بتقولي؟ الله يسعد مساكم ومسا جميع المشاهدين. يعني هذه ليست الازمه الاولى التي يمر بها مجلس النواب سواء كان مجلس النواب السابع عشر او المجالس النيابيه السابقه، السادس عشر ايضا كانت فيه ازمات قد تكون كبيره وازمات كسر عظم مع الحكومه وتغيرت اكثر من حكومه، ولكن الازمه الاخيره ازمه استشهاد القاضي رائد زعيتر هي اخذت بعد شعبي في كافه شرائح المجتمع الاردني واصبح مجلس النواب تحت المجهر وخاصه ان مجلس النواب كان قبل ايام قليله طالب بطرد السفير الكيان الصهيوني وصوت المجلس بالإجماع إلا أن الحكومة لم تأخذ أي إجراءات أو يلمس المجلس أي إجراءات في هذا الشأن أضف لذلك الممارسات الإسرائيلية الأخيرة من تهديدات سواء مبطنة أو معلنة بالكنيسة الإسرائيلية كرفع الوصايا الأردنية والهاشمية عن المقدسات وهذه وصاية تاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية نحن أيضا لا ننسى أنه هناك ارض هي ارض اوقاف للاردن وارض أ... ايضا هناك مطار ايلات وخروقات معاهده السلام الاردنيه الاسرائيليه قضيه استشهاد القاضي ايضا رائد زعيتر اخذت مدى سياسي ووضعت الحكومه ووضعت مجلس النواب في مواجهه بعضهم البعض والان اصبحت مؤسسات الدوله في هذه القضيه كامله في ازمه الشعب جميعه ينتظر ماذا سيخرج به مجلس النواب هل سيكون مخرج للأردن بشكل عام وفرض نفسه الآن على الجانب الآخر الإسرائيلي طيب سنسأل نحن سنسأل الآن تحت المجهر سنسأل على التوقع من هذا التوقيت ساعة نائب يعني اليوم ماذا حصل ابرز المداولات ربما شاهدناها في تقرير يعني انا انا رايي إنه فيش ابرز قرارات كل يوم رايي انه ما في ازمه رايي انه مجلس النواب بحاول معظمه او جزء كبير منه انه يمارس دوره الرقابي على الحكومه صارت عملية قتل على على الجسر مجلس النواب بحاول يعبر عن اللي الشعب بفكر فيه وبده اياه لانه كلنا شايفين انه ردة فعل الحكومة كانت اقل من متواضعة فيش اي محاولة للتاكد مما جرى اكتفوا بالاستنكار اكتفوا باعتذار صهيوني للحكومة الاردنية الشعب بدرجة احتقانه الكبيرة واضح انه بعبر عن نفسه برده فعله على مثل هذه القضايا، احنا الوضع الطبيعي ان نعبر عن راي الشعب، احنا شايفين انه على مدى كل الدوره البرلمانيه في المفاصل الرئيسيه الحكومه تفوز لانه بيناده. لانه مجلس النواب عند التصويت واضح انه الاكثريه لازالت مع الحكومه، لانه الاصلاح الفساد والاستبداد اللي استمر خمسين سنة لا يمكن أنه ينتهي بدورة أو دورتين برلمانيات فإشي طبيعي أنه يكون عدد أقل من النواب هم اللي مستعدين لحجب الثقة عن الموازنة أو الحكومة أو ممارسة كسر العظم لأنه بصراحة صحيح. فيش كسر عظم ما هو يعني النواب أنتم أتيتم, أتيتم بهذه الحكومة رئيسة إحنا ما أتينا بهذه الحكومة أنا رأيي أنه كله مورس بطريقة مرتبة ليأتي السور والوضع الطبيعي انه احنا حتى الان واضح ان غير قادرين انا قلت اليوم امام القبه ما راح ينطرد السفير ولا راح نستدعي سفيرنا ولا راح نق... ولا راح نحجب الثقه عن الحكومه ولا راح نعمل اي اجراء من الاجراءات اللي طالب فيها مجلس النواب والايام بيننا لاني انا شايف مدى ضعف مجلس النواب عند التصويت عظيم شكرا لك سعاده النائب دكتور عساف يعني ساعتك اليوم في جلسه كانت نوعا ما في توصيات يعني اذا نفذت فالناس ممكن تحس انه في شيء هل تتوقع في ضمانات لهذا التطبيق لما وصلتم تطبيق اليوم تطبيق ما صوتتم عليه اليوم من توصيات نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يعني من التوصيات انا بعتبرها ليست بحجم الحدث حجم الحدث كبير قتل المواطن الاردني الدكتور رائد الزعيتر هذا القاضي على الارض الاردنيه على معبر معبر الكرامه اعتقد انه توجيه صفعه للحكومه اولا وللدوله بشكل عام وهو اعتداء على الدوله بكل مكوناتها والرصاصات التي اطلقت على هذا الشهيد انما اطلقت على كل مواطن اردني هذا باعتقادي مساله المطالبات اللي اليوم طالبنا فيها واللي عرضت للتصويت وفازت بالاجماع، بالنسبه للاسير البطل احمد الدجامسه، احمد الدجامسة انهى محكوميته وكان من المفترض ان يخرج قبل هذا الاوان يعني اذا بده يخرج الان او بعد لا. شهرين يعني مش مش مطلب كبير امام هذا الحدث الجلل اللي اعتبره اعتداء على سياده الاردن اعتداء على كرامة الأردن اعتداء على كرامة مجلس النواب الذي يمثل الشعب واعتداء على كرامة الحكومة أيضا قضية أنه والله إحنا مش قادرين للحكومة اه نحن نقدم ما علينا سواء كنا عشرين أو ثلاثين نحجب ليعرف المجتمع الأردني من يقف مع اه المطالبات الشعبية ومن اه يقف ضد هذه المطالبات من يخطب فقط اه من يريد خطبة ود طيب. الشعب الأردني طيب. ومن يريد بالحقيقة الوصول إلى مطالب هذا الشعب الأردني. طيب. كثيراً يعني أنت ترى أنها مسألة اختبار اليوم أن مجلس النواب على على محك الاختبار بين من يتطلب أو يقف أمام المطالب الشعبية وبين من يقف إلى جانب الحكومة. أنا بقول الأداء اللي يؤدي مجلس النواب سواء يعني. قبل ما ندخل حكيت لك دكتور مهند والاخوه انه مشكلتنا في مجلس النواب اذا صمتنا فنتهم بالصامتين صحيح. واذا تحدثنا نتهم باننا شعبوية. نرفع شعارات شعبويه وكثير من الزملاء حتى داخل القبه يتهموا من يتحدث بسقف عالي انه انت تخاطب الجماهير ولما ولما لا ولما لا, إنك ولما نخاطب, لا. لا نخاطب الجماهير صحيح. احنا نتاج الجماهير ونحن نواب الشعب وهذا عملنا هذا عملنا ان نتحدث صحيح. باسم الشعب ونوصل مطالب الشعب الى الحكومه والى جلاله الملك حتى ونسمع الشعب ماذا نقول وننقل هموم الشعب الى هذه الحكومه الحكومه لا نثق بها الحكومة ضعيفة حقيقة أنا حجبت الثقة مجددا في هذه الحكومة أول أمس وأنا الأوان لرحيل هذه الحكومة لأنها واهنة وأضعفت الوطن عظيم شكرا لك دكتور أستاذ ميسر هناك ما تتفقي مع الدكتور عساف مع النائب أيضا أن الاختبار هو بين النواب ينحزون للشعب وبين النواب يمالئون الحكومة ويقفون الى جانبها. انا يعني دائما اتفق انا والدكتور عساف والاخ سمير عويس حتى داخل القبه يعني من بدايه زمالتي اللي اتشرف فيها مع زملائي بهذا المجلس السابع عشر نحن تقريبا لون او طيف مواقف واحدة تقريباً. طيف يعني طيف سياسي او طيف شعبي واحد يعني بغض النظر عن اهتماماتنا او دوائرنا الانتخابيه. سيدي لا شك أنا أحيانا أفكر أن جميع صناديق الاقتراع في الوطن العربي هي ليست الصناديق التي قد يثق بها الشارع سواء الشارع الأردن أو الشارع العربي لأن النواب يأتوا بطرق مختلفة إلى مجلس النواب وهناك نواب لهم مصالح خاصة وهناك نواب لهم رؤية خاصة يعني بالتالي من هم الذين يأتون إلى مجلس النواب أيضا من هي النوعيات يعني أنت تتحدث الآن مع الدكتور عساف رجل إعلامي يعني عشرات السنوات يمارس عمله الإعلامي السياسي تتحدث مع سمير عويس أيضا له سي في سياسية وعمل حراكي في الشارع واحتكاك بس مع الشعب في الشعك. دولة ليس فيها أحزاب ولكن هلأ مو بس دولة ليس, ليس فيها أحزاب طبيعي مانا. طبيعي وهناك برلمانات أيضا الأحزاب لا يسمح لها بالنمو الآن م. كيف تريد أحزاب تصل إلى مجلس النواب والشعب لا يثق أيضا بالأحزاب ولا دور الأحزاب ولم تكن الأحزاب جميعها يوما ما هي في كفة الشارع هذا الشارع ما أو الشعب هذا ما آه هناك نواب هناك نواب بس أوضح يعني أن الوقوف شعبويا مهم أمام مع الناس ومطالب الناس ومعارضة مهمة في, في, في خندق المعارضة يكون الإنسان بس في دولة آه الدولة هي تصنع كل شيء والدولة هي التي تأتي في النواب أحيانا والحكومة طبعا تسلع طبعا تسلع هناك 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 في هناك هذا المجلس ومجالس سابقه والمجالس المقبله اذا لم نخرج حقيقه بقوانين انتخاب حقيقية غير مفصلة لن تأتي بطيف نيابي برلماني يكون منحاز مئة إلى مئة للشعب وحتى النواب الذين قد تكون أصواتهم مختلفة أو دائما هم يمنحون الحكومة الثقة هم لديهم أيضا مبررات يفترض أيضا أن يسمعها الشعب ويسمعها الآخرون هناك نواب لهم مصالح هناك نواب يتخوفون من أمور هناك أناس تطمح بمناصب في المستقبل ما الذي يجعل النواب الآن في حكومة تقريبا مر عليها أكثر من عام ونص ما الذي يجعلهم متمسكين بالحكومة هناك نواب تتعاطف مع الحكومه لا تصدق هناك نواب تتعاطف مع الحكومه تقول لك ان حكومه مغلوبه على امرها في ظل هذه الظروف الاقليميه والظروف الدوليه وظروف الاردن الاقتصاديه هناك نواب يقول لك انا اقسمت لقواعدي الانتخابيه واقسمت تحت القبه ان يكون منحازا للشعب و ولا يريد شيء الا ان يؤدي رسالته الحقيقيه يؤدي رسالته الحقيقيه هناك نواب ايضا يعني نكون نحن أيضا واقعيين ولا نضع كل اللوم فقط على النائب يعني أنا نائب وزملائي نواب يعني كيف تريد من نائب يعارض الحكومة ويحجب عنها الثقة الساعة الحادية عشر والساعة الواحدة يذهب يتسول من الحكومة خدمات لمناطقه أو مركز صحي أو مدرسة أو إعفاء طبي ايضا الحكومات عملت على اضعاف مجالس النواب طيب. الحكومات حتى لما يطالب مجلس النواب بطرد السفير يعني ما الذي يضير الحكومه ما الذي يدور الحكومه الان ان تتخذ في هذه القضيه كما قام جلاله الملك حسين الله يرحمه باتخاذ موقفه المشهور ايام محاوله اغتيال الخالد خالد مشعل في الجاردنز نعم. يعني حتى الحكومه تعمل على اضعاف مجلس النواب هناك نواب يأتوهم مواطنون يقولون ذهبنا الى الوزير الفلاني او الوزارة الفلانية وقال طيب اذهبوا واتوا يعني مواطنين. يعني هذا هذا يعني مهم الكلام في عمليه اضعاف مجلس النواب من كل الجهات ارجو نضل في, في السياق نحن في الاردن لا نعمل اسف اخر كلمه نحن في الاردن يا لا نعمل كفريق دولة بكل مؤسساتها لانجاح الوطن عضي. هناك اكثر من فريق كل فريق يريد افشال الفريق الاخر وتسجيل الهدف في المرمى هدف سياسي المشكله ما في اهداف في هجوم عند النواب بس ما في اهداف في النائب نحن نحاول بس <applause> كله يطلع عونك. طيب طيب دكتور استاذ سمير يعني ما قيمه الخبره الشعبيه ما دام المنتج يعني في النهايه بصفي انتاج حكومي في المواقف السياسية كما تفضلتم أنتم وأنتم تفقيع هذا الموضوع الأمر الثاني المعركة ليست هي دكتور عبد الله أو وجوده أو عدم وجوده إلا إذا قلنا في الجانب الأخلاقي الذي تتحمله الحكومة كمسؤولية أخلاقية فيها هكذا موقف ماذا تقول؟ يعني أنا بعتقد أنه في النهاية مرجعنا الشعب صحيح. فأنا لما أشوف أنه إحنا كنواب في مجلس النواب عاجزين عن مواجهة السياسات الحكومية المتغولة حتى على مجلس النواب لأنه في فترة قوي مجلس النواب لكن بعد هدوء المنطقه العربيه والهدوء الحراك في الاردن، رجعت الحكومه عم تتغول على مجلس النواب، احنا في مجلس النواب لما نشوف اننا مضغوطين وعاجزين عن تحقيق جزء من برنامجنا، انا مرجعيه الشعب بصراحه، فانا رايي ولكل النواب هذه المطالبه انه لما اذا شفنا الاسبوع القادم انه الحكومه فعلا مسكره كل ابوابها امام اي امكانيه انها تمارس سلطه الشعب أنا رأيي مرجعيتنا للشعب لازم نرجع نطالب قواعدنا إنها تتحرك من أجل هل الأغلبية في شعبي؟ التي صوتت على المقترحات اليوم ستكون جاهزة للعودة للشعب إذا الحكومة جاءت يوم الثلاثاء وقالت أن لا نفعل شيء مما طلبتم؟ أنا بعتقد عدد جيد منهم رح يرجع يبحث عن الوسائل اللي يحس فيها أنه مدعوم لأنه بدون عودته للشعب هدول النواب من المؤكد انه موقفهم رح يتراجع راح يتراجع امام قواعدهم الانتخابية لانه الشارع محتقن تماما بينما الحكومة اريح ما عندها عم بتعالج الامور وكأنه احنا كمان صرنا نعشق هذا العدو اللي احنا عاجزين عن مواجهته لانه عندما استطيع ما استطيعش مواجهة عدوي انا معني على الاقل اني اصمد امامه اصمد حتى استطيع تغيير الاوضاع المحيطة وبالتالي استطيع اعمل نقل نوعية في قدرتي على مواجهته. شكرا خلينا نشوف الدكتور دكتور عساف يعني ماذا تملك الحكومه يعني اذا اذا وصلنا العام ليوم الثلاثاء بدون رد على الاقتراحات اللي طلبتموها او توصيات الجلسه اليوم ما الحلول الاخرى؟ انا اعتقد أن الحكومه ليست صاحبه ولايه عامه لو كانت صاحبه ولايه عامه لاستجابت الى طلبنا منذ اسابيع عندما طلبنا منها بطرد السفير الاسرائيلي نتيجه تصرف بعض أعضاء الكنيسة الصهاينة واللي طالبوا صراحة وعقدوا جلسة للكنيسة وتلتها جلسة أخرى في موضوع, السيادة في موضوع سحب السيادة الهاشمية الأردنية عن المقدسات في القدس وفي مقدمة هذه المقدسات المسجد الأقصى أنا بقول أنه يعني المطالب اللي طلبناها اليوم من الحكومة وصوتنا عليها بالإجماع كثير من الزملاء في المجلس يعني وتحدثوا تحت القبة أنه لن يسحب السفير الأردني من فلسطين التاريخية ولن يطرد السفير الصهيوني من عمان ولن 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 لماذا إذا خطاباتكم بهذا السقف المرتفع طالما عندكم مثل هذه القناعات القناعة. يعني إحنا أنا اللي بقوله في كل دول العالم الثالث وربما هذه التجربة يعني في الأردن أكثر وضوحا. إحنا عندنا شبه حكومة وعندنا شبه برلمان يعني عندنا قاعة هيك ونقعد فيها وشبه ممارسة ديمقراطية. من من؟ يعني من ليست, من ليست ممارسة ديمقراطية كاملة. إذا كان يعني أنتم. الحكومة ليست حكومة صاحبة ولاية عامة كاملة ولايتها منقوصة ربما نفتش عن. يعني عناصر اخرى بيدها القرار ربما العناصر الامنيه بيدها القرار اكثر من هذه الحكومه ونحن الحكومه هي مسؤوله امامنا احنا نطالب الحكومه بمثل هذه التصرفات حجم المطالب اعتقد انها كبيره يعني مثلا الافراج عن كافه الاسرى الاردنيين والفلسطينيين من السجون الاسرائيليه هذه ورقه ممكن تناور عليها, عليها, عليها وكان في جهد سابق يمكن استثمار عليها بلان طبعا 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 واللي تحدثت فيه الاختي ميسر فيما يتعلق بالحادثه اللي الشبيهه ايام الملك حسين الله يرحمه وخالد مشعل والانجاز السياسي الذي صحيح حصله الملك حسين والاردن بشكل عام في تلك الفتره انجاز كبير ويجب أن تعمل الحكومة على إنجاز مثيل أو ربما أكثر لأنه أنا بعتقد أن الحادثة اللي صارت أخطر من الحادثة يعني مقتل صحيح. قاضي ودكتور وإنسان مسالم مواطن لدولة يفترض أنها دولة صديقة وجارة طالما هم موقعين, موقعين معنا معاهدة سلام هذه المعاهدة المشؤومة أيضا فيما يتعلق بالإجراءات للذهاب إلى فلسطين التاريخية المحتلة والسيطرة على لا حتى الإجراءات إجراءات الفيزا وإجراءات ال... يعني طوابير أمام سفارة العدو أمام سفارة العدو في المقابل يعني صنف وزير الداخلية هذا الكيان الصهيوني من الدول الصديقه التي يحق لمواطنيها الدخول دون تاشيره تاشيره الدخول يعني طيب مثل الان الان مثل الان يعني السعوديه صحيح. صحيح. مثل قطر أصف. مثل الامارات مم. لماذا لا يعامل هذا الكيان على الاقل بالمثل طيب وهذا ما يجعلنا نسال ايضا الاستاذ ميسر يعني الموقف الاسرائيلي لم يكتفي انه يعتذر يعني اليوم كنا متوقعين انه يطلب زيارة تعزية في نابلس ولا كذا شيء ما شابه يعني من هذا الموضوع فخرج بتصريحات تصعيدية أخرى أنه لا سلام دون إسقاط حق العودة لبرمان بيقول أنه كمان ما قام به الجندي الاسرائيلي ضمن واجبه لا, لا, المواجب وظن لا, لا في خبر عاجل يهدد بضرب غزه في آه ضرب عسكريه نعم يعني في صواريخ بعد الصواريخ اللي اطلقت اليوم مساء يعني لماذا الطرف الاسرائيلي يعني يبدي يعني ابدا يعني اسف لكن لم يبدي فعلا يعني هي كلمه اسف هي حتى لا ترقى الى المجامله نعم حتى الى المجامله لا ترقى يعني هذا الكيان احنا جميعنا مؤمنين بكلام الله سبحانه وتعالى قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا يا سيدي هذا ما يحدث أنت الآن شئت أم أبيت انظر للخارطة ما يحدث في العالم إسرائيل الآن حقيقة تحكم <applause> العالم يعني قبل فترة أحداث أوكرانيا إسرائيل طلع لها يد وتقول لك أنا بدي أبعث قوات لحماية الجالية اليهودية في أوكرانيا <applause> قضيه فبركه السفينه نتنياهو تحدث قال بكلام واضح طبعا وكل الاعلام العالمي رفضوا يروح يحضر كبار الصحفيين العالم رفضوا يحضروا المؤتمر الصحفي نتنياهو قال كلام محدد انه تم القاء القبض على السفينه من جنسيات مختلفه وجميعها تعمل تحت امرتنا يعني بين كوتيشن امرتنا وليس تعمل معنا هناك تمدد عالمي الان يحدث ضرب امريكا كقوة عالمية بروسيا كقوة عالمية التي تظهر وتطفو على السطح هي إسرائيل أنت لاحظ بعد كل شيء يحدث حتى الآن في الأردن إذا بدنا نعتبر أن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل وقعت طبعا إسرائيل لم تستطيع اختراق الشعوب العربية كشعوب بشكل عام في اختراقات الأفراد وخروقات معروفة وبعضهم تعرفونهم أنتم بالاسم ولكن حالة تطبيع أو معايشة لم تستطيع لاحظ أنت يعني قبل فتره بعد كلام جلاله الملك انه عن قضيه مشروع كيري وانه لا يوجد وطن بديل وهذا وهم في اليوم التالي كانت تصريحات من الكنيسة برفع الوصايا الأردنية والهاشمية عن يعني المقدسات اليوم اليوم, اليوم مجلس النواب والأردن إعلام الأردن والشعب الأردني والفضائيات الأردنية وأصحاب البقالات في البوادي والمخيمات والأرياف ومجلس النواب والدولة مشغولة في قضية استشهاد رائد زعيتر كان الرد الإسرائيلي قصف غزة كان الرد الإسرائيلي تشجيعهم المتشددين الحاخامات على اقتحام المسجد الأقصى أنت لاحظ أنه دائما هناك رد تصعيد لا. قبل فترة كان في تصعيد على مطار راح يكون في إيلات يستوعب كل مسافرين أوروبا بحيث أنه تقطع أي شريان للأردن القضية الآن هي قضية تتعلق الآن بالسياده السياسيه، كيف تعمل الدول في مجال السياسه؟ خلينا نتفق أو... كمان انه الوضع العربي كمان غير مريح. لا. يعني لا على الوضع العربي غير, يعني العرب غير مريح، من... انا انا لا لا الو... لا الو... الوضع, العربي الوضع العربي غير مريح. انا اريد ان اضع الان بالميزان لبنان والاردن. يعني حجم لبنان جغرافيا وشعبيا، هل هو بحجم الاردن؟ لا. اطلاقا تجربه لبنان الاتفاق الشعبي الاردني هل هو كما هو الاتفاق الشعبي اللبناني عشرات الطوائف عشرات الاحزاب ومع ذلك لبنان تأخذ مواقف سياسيه ميشيل عون الان يطلع يقدم خطاب تسمع له اسرائيل و يعني نحن لا يعني... توجد نحن دكتور مهند نحن لدينا حاله يعني حتى اصبحت تنعكس علينا نحن كابناء شعب حاله انهزام انهزام داخلي حاله ضعف متفقين على انه في فيش, فيش اداء حكومي يعني لا يوجد يعني اداء, أداء للناس. حكومي بس ربما المثال انه لبنان يعني احنا في نوع ما استقرار امني في استقرار يعني وهكذا يا سيدي الاردن فيها استقرار امني اكثر من لبنان انا بقول الحمد الأردن. لله أنا لبنان. لبنان كل أسبوع تفجيرات الأردن استقرار. أنا بقول لك الأردن هي أكثر استقراراً مع المثال اللي حطيناه لبنان. لكن لبنان. الأردن الأردن تستطيع أن تستخدم أوراق سياسية أطول حدود مع الكيان صح. الصهيوني صح. هي للأردن. صحيح. جميع آبار الارتوازية التي الآن تغذي إسرائيل حسب اتفاقية وادي عربة هي موجودة في الأردن والآن تشرف عليها الحكومة الأردنية. صحيح. جميع مصالح إسرائيل داخل الأردن مية تستطيع مية. الأردن أن تأخذ مئة موقف. يا اخي انا لا تاخذ موقف اليوم. طيب يا احكي لك وطلع الدقامسة طيب. الدقامصه وطاير ثلاث سنين طلع هالرجل ورد الشعب الاردني طيب. أنا وحل أنا الموضوع انا, أنا, أنا محكوميته طيب كل الشعب بيطالب فيه طيب. الى الان لم يتم لم تستطع الدوله تشويه صورته عند الصوره الشعبيه شاية. الاردنيه طيب استاذنا العزيز سعاده النائب سمير يعني ماذا تملك الحكومه من حلول خلاف ما ذهبتم اليه انتم حتى يعني تعيد يعني الاعتبار لنفسها وتعيد ايضا لملمة الصوره لمجلس النواب يعني اولا بالمختصر المفيد في طرف قوي وطرف ضعيف لا يمكن للطرف الضعيف انه يفرض شروطه أو على أو الطرف يبلغ القوي قوته. صحيح. او يحقق النتائج المرجوه من هذا الجانب السياسي العام واحنا ضعاف سواء احنا او الطرف الفلسطيني والمفترض في المواقف اللي انت بتكون فيها ضعيف تمسك على الثوابت وتحاول تغير بالمعادله قبل ما تدخل في معارك مع الطرف الاخر، الاردن في بين ايديها اوراق كثيره ذكرت جزء منها سعاده ميسر، انا بعتقد من اهمها انه الاردن تستطيع تشتغل على الاوراق المتعلقه باللاجئين تشتغل على موقف المعارضه الاردنيه الحازم من العدو الصهيوني وبالتالي تستند له في أخذ مواقف أكثر جرأة وأنا بعتقد أن الأردن عنصر مركزي مهم في كل الملفات السيادية الخمسة اللي في عليها خلاف بالمفاوضات، صح. وبالتالي الأردن بهاي المواقف إذا أخذت مواقف حذرة بهذا الموضوع تستطيع توجه رسائل قوة للعدو الصهيوني ولكل الأطراف إنه لازم يأخذ بعين الاعتبار الموقف الأردني. للأسف اللي عم بنشوفه إحنا من ردة الحكومة ما عم بنشوف أي توجه عندها للإستفادة من قدرتها ومن مواقفها ومن حدودها. يعني حتى لو صار في اعتصام أو محاولة للمظاهرة أمام السفارة الصهيونية بعمان فوراً قبل ما يبدو الشباب يقتربوا من السفارة تبدأ قمع لأنها ما بدها تسمح لأي نفس الغريب في كل دول العالم. بما في نتنياهو بحاول يستند للمعارضة عشان يقول عندي ناس متطرفين إحنا البلد الوحيد اللي بلاحظ لحكومتنا بل حكينا لها أكثر من مرة ما بتستفيد من موقف المعارضة عشان تكون أقوى في أي قضية تشتبك فيها مع العدو سواء سياسيا أو أمنيا أو زي الجريمة اللي حصلت في الآخر صحيح. فأنا أنا... يعني... أنا بدعوها فقط إنها تستند للمعارضة مش تنزل بالقنابل المسيلة للدموع وبالهروات بأربع خمسمائة شاب أمام السفارة الصهيونية كان بإمكانها تهدد بأنه الشعب كمان عم بتحرك لأنه محتقن يعني الشعب المصري حرق السفارة الإسرائيلية في القاهرة ما قامت الدنيا ولا قعدت بإمكاننا إحنا نضغط بأنه في عنا شعب وهذا الشعب مش راضي عما يدور وعنا ورقة اللاجئين واللاجئين غير راضين عما يدور الاردن عم بتوجه رساله وكانه صحيح. هي قادره علي مسك كل الخيوط وتمشي الامور صحيح. زي ما بدها بس ما هو اليوم طلع لك نتنياهو قال انه اسقاط حق العوده هو شرط لتحقيق السلام وهذا في موضوع اللاجئين بعد الفاصل ربما نرجع للنقاش معكم اعزائي الضيوف نعود اعزائي المشاهدين بعد الفاصل نعود اعزائي المشاهدين نتابع هذا الحوار وبعض التفاعلات معنا، ايمان عبر تويتر تقول كل هذه القرارات ابر مخدره للمواطن، تعليق على ما حصل في مجلس النواب اليوم، ابر مخدره للمواطن وراح تبقى بالادراج الى اجل غير مسمى، واجد لجريبيع سبق وان اتخذ البرلمان نفس القرار بطرد السفين مرتين ولم تلتزم الحكومه بهما، وحين قرر وحتى قرارات اليوم لن ينفذا وستفشلهما الحكومه اما بلعبه تهريب النصاب او بتحريك اتباعها من النواب وحتى موضوع طرح الثقه مجرد مسرحيه فاشله ماذا تقول سعاده الدكتور انا بقول لا مش مسرحيه فاشله انا بقول مجلس النواب سيكون على المحك مره اخرى والحكومه ستكون ايضا على المحك مره اخرى الحكومه اذا لم تطرد السفير فهي على المحك شعبيا ومجلس النواب اذا لم يصوت على سحب الثقه من الحكومه فهو أيضا شعبيا على المحك مرة أخرى ويجب أنا أقولها يعني من هذا المنبر المحترم يجب على النواب أن يقبلوا المرة القادمة وليس مثل ما تحدث الأخ الجريبيع أعتقد وجد الجريبيع بأن يكون هناك تهريب للنصاب أو أن يكون هناك غياب غير مبرر مثل ما صار غياب في الموازنة 73 نائب للأسف الشديد غابوا في الموازنة أعتقد أنه الأمور أفضل وهذا الموقف اللي صار اليوم مع احترامي لزميلي الكريمين يجب أن نستثمر ما جرى لكن أنا أخالف الأستاذ سمير في مسألة القوي والضعيف لأنه متى كان الأردن أقوى من ذلك كانت المواقف أقوى كانت دائما المواقف أقوى للأسف المواقف الآن ضعيفة أمام هذا العدو المتغطرس وضعيفة ما إذا هل تطلب مواقف محددة افرض أنه عادت لكم الحكومة بأننا لن نقوم بأي شيء يعني تتوقع من من وزراء معينين مواقف معينة مثلا أي وزراء بهالموضوع أو رئيس حكومة مثل يضع استقالته امامكم وزير لا وزير لا, لا يتشبثوا, يتشبثوا لا لا ليش يتشبثوا بهذه المقاعد وهذه الكراسي كموقف سياسي ف... احنا كاشخاص نحترم مس... كموقف آه انا يعني. اتمنى انه يعني يسجل آه لدوله عبد الناصر <applause> والتاريخ بان يقول اسف انا لم البي طموح الشعب الاردني الذي تمثلونه وما قدرت اطرد السفير الاسرائيلي ولا اسحب سفيرنا واقدم استقالتي طيب آه شو رايك يا استاذ ياسر؟ هل نصل ربما مثل هذه المواقف يعني, يعني إذا خسرنا وصلنا بالحيط يعني ما في شيء يعني <applause> ما المواقف المطلوبة يعني أنا هل المواقف المطلوبة إحنا طلبنا مواقفنا طلبتوا طلبت طلبات بصيغة رسائل إحنا واضحة أنا أنا طلب أنا سفير سحب سفير أنا لا أنا سعادة أكثر يا دكتور تفضلي أنا اليوم طلبت أنه أنا بدي أرجع إذا أنا كمواطنة أنا مو نائب بدي كمواطن أشعر بعدم الحماية من دولتي أنا ممكن أتعرض أيضاً للضرب باي مكان صح. من, من, من اي جنسيه اخرى وانا نائب ولا اه تسمحي لجنه فلسطين وعرضت لا قالوا إنه مورست علينا يعني ضغوطات عندما دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية الـ الـ آه في العام الماضي قالوا إنه مورست عليهم ضغوطات ويعني أساووا إلهم وأخروهم ساعات وسمعوا صحيح. كلام يعني هكذا قال رئيس باي. لجنة فلسطين يعني من الممكن ان يتعرض اين اي اي شخص او اي, أي مواطن, مواطن؟ لما تعرض له هذا المواطن اي مواطن طيب معناته طيب. طيب. ما طيب. انت شكرا اذا تعرض اي مواطن اردني دائما احنا لدينا تراكمات تحكم على التجربه او ماذا سيحدث لك من تراكمات، احنا نعرف زمان المواطن الاردني وين مكان بالعالم طياره بتجيبه اذا تعرض لاي شيء ها طيب انا اليوم طلبت وامبارح طلبت سواء على موقعي او تحت القبه انه احنا نرجع للعشائرية ما في حل الا انه احنا تصير العشائر هي تحمي انفسها هي تحمي ضيوفها هي تحمي تحمي اي اعتداء يصير بهذا البلد يصير يعني يعني القضيه يعني هذا انت تحكي عن المطالبات لا 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 انت تحكي هو عن المطالبات العوده ليست حلا ايضا هذه آه. والبعض فيها ربما شو طيب شو ما اسم القاتل ما اسم القاتل ما ما. ما. مش انت قلت مش... بدك هلا مش, مشكلة. هلا مش ايش اسم القاتل دكتور احنا اليوم دكتور مش لازم نعرف هذا بس بدهم يعملوا التحقيق على اساس دكتور <applause> احنا اليوم قلنا لهم اقلها اقلها لا <applause> انت ما بتحكي طالب بحل عشائري احنا ما بنحكي نطالب بحل عشائري يا جماعه احنا نحكي من باب طبعا على مستوى يا جماعه لما تصير قضية, قضيه قضيه قتل عند عشيره يصير فيها عطوه طيب روحوا سفيرهم وجيبوا سفيرنا خلوا الامور تبين كيف الرجل هذا انقتلوا على ارض اردنيه في اتفاقيه سلام ما الذي قام به وا 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 وهذا اعتداء على موظف وين ما اعتديت انت الان كمواطن اردني على سكرتيره في اي دائره يقال لك بالقضيه انه انت اعتديت على موظف دوله هذا يعمل تحت شعار الملك ولا لا, لا هذا معروف الكلام انت تحكي ما, ما الذي نتوقع احنا طلبنا وطلبنا سابقاً من الإفراج عن الدقاقب إلى طرد يعني السفير يعني هل طرد السفير؟ كافي يا سيدي لازم لازم القضية, القضية, القضية ما القضية كيف طرد شو قيمته طرد السفير؟ أنت الآن تتحدث عن دول عربية سحب سفراء سفراءها من دولة عربية وبينهم حلف خليجي على من أجل برنامج تلفزيوني السعودية والبحرين طيب وسحبوا سفراءهم طيب من طيب قطر والإمارات, طيب والإمارات طيب أنت تتحدث عن أدنى المواقف أن السفير يجب أن تعبر الدولة عن انزعاج شعبها أنا بدي أسألك سؤال هب أن الصورة معكوسة معكوسة مم. كيف الآن قاضي سؤال القاضي إسرائيلي يقتل جندي أردني قتلوا جندي أردني أنا بدي أسألك سؤال الآن حكومة الأردن طيب هي حكومة لمين الشعب طيب ما فيش شعب اردني هي الحكومه هاي موجوده؟ مجلس لا. النواب طيب ما انت كحكومه الان يجب ان تخضع طيب. وتنفذ قرارات هو الشعب الاردني التي يمثلها مجلس النواب هو اجبتم على جزء من هذا السؤال سعاده النائب قال اننا نصل الى الاحتجاب ونصل الى حجم الثقه لكن لا نحقق اهداف يعني شوف انا بدي بدي بس عفوا بس بدي اعمل مداخله تفضل بس مداخله عفوا سمير انا ممكن. يوم الثلاث رغم اني ما كنت حابه انه يطول الامد لانه دائما لما يطول الامد هنا احنا انفعاليين وبسرعه بتعرف طبيعتنا كعرب ممكن تطلع كلنا مشكلة كلنا. جديدة ممكن تطلع مشكله جديده هسه سوينا مشكله جديده بس انا اتوقع اتوقع انه راح يصير اشي لانه ما في مجال طيب ما في مجال تعود بس الحكومه بس يعني لا سمح الله تصير مشاجره في اي مكان بتقوم على هذا الموضوع ممكن ساعه ممكن النائب يعني, يعني ماذا سنستفيد من طرد السفير هذا السؤال التحقيق المشترك سيجرى وستاتينا بعدين بيانات والحكومه ربما تقول لكم يوم الثلاثاء لم يصلنا التحقيق المشترك فاجلوا اعطونا عطوه كمان لثلاثاء اخرى انا بعد سنه من كوني نائب انا مش مطلوب مني احلم انا بحلل سياسي طيب انا شايف انه في حال انه تم طرد السفير أو استدعاء سفيرنا أو الافراج عن الدقامسي أو تهديد أو تشريع قانون جديد برفض أو تعديل معاهدة وادي عربي، أنا بعتقد بنوجه رسالة قوية على الأقل أن الحدث اللي صار كان في رد وطني أردني، لكن أنا ما بحلم فأنا تحليلي بقول التالي: أنه يوم الثلاثاء ما رح يصير اشي اي تصويت راح يصير راح تفوز فيه الحكومه للاسباب اللي انا بعتقد انه مجلس النواب ما وصل في عمليه الاصلاح الى قدرته على مواجهه السلطه التنفيذيه فانا انا شايف انه لا راح ينطرد سفير ولا راح يستدعى سفير ولا راح يفرج عن الدقامسي ولا راح يطرح مشروع ومجلس النواب عند التصويت على الثقه على الحكومه ستفوز الحكومه لا زال ال... ال... التيار المعاكس اللي بتقود الحكومه اقوى في مجلس النواب وقادر على الحصول على الثقه. لماذا لم تبلوروا تيارا معارضا يعني لتوجهات الحكومه ويستطيع ان يحقق كسب؟ يبلور. يعني كسب بعد قوي بعد سنه يعني بعد سنه من تجربتنا البرلمانيه كل الكتل الموجوده بالبرلمان عند التصويت على المفاصل المتعلقه بالموازنه وبالثقه نفس الكتل تنقسم لتصوت مع وضد هذا بدلل أنه حتى الآن فش أساس سياسي في عند التصويت وهذا سببه ضعف العمل الحزبي في الأردن يعني ما في في الأردن أحزاب موصلة نواب للمجلس قادرة هاي الأحزاب إنها تتحالف وتبني جبهة برلمانية تستطيع إسقاط الحكومة طيب معتصم يسألك عبر تويتر لك خاص السؤال ساعة النائب ويس يقول إذا ما كانت مرجعية النائب الشعب ما هو سر صمود الحكومة لغاية الآن؟ لأنه حت حتى الآن طالما النواب ضعاف ما عم برجعوا لقواعدهم يعني إحنا منتخبين من مئات الألوف من المواطنين أعطيني النائب اللي رجع لقواعده وقال لهم لازم نطلع نعلن إنه الشعب يريد إسقاط الحكومة فعلاً أكبر مظاهرة عم تطلع الآن لا تزيد عن مية أو مئتين متظاهر بينما كانت تطلع أول عشر آلاف خمس آلاف الآن المظاهرات غير مؤثرة مع أنه فضعف النواب انعكس على ضعف الشارع فإحنا بنشوف أنه الشارع كمان مش قادر يأخذ زمام المبادرة في إسقاط الحكومة عظيم عبد الله يا دكتورة يعني أقول نصف القرارات التي ربما يتوقعها يتوقع نصف القرارات تنجز أما طرد السفير لا لأنه غلط لأنه مش من ضمن البروتوكولات الدولية منال عبر تويتر تقول موضوع الدجامسي المفروض لما أنهى مدة سجنه انتفضت يا سعادة النائب مش تستنوا لما كرامة أخرى تهدر حتى نبدأ شعارات من جديد احنا مشكلة احنا منتفضين يعني عشرين ثلاثين واحد منتفضين باستمرار المشكلة انه منتفضين باستمرار على اي حال يعني ان شاء الله انه نصف القرارات يعني تنجز احنا طموحنا انه كل القرارات تتحقق يعني يعني التشاؤميه اللي يحكي فيها زميلي واخي الحبيب الاخ سمير يعني مش لازم تكون يا رجل الصحيح. مش بعيد طيب يوم الثلاثاء طيب يعني انا بارد. انا بقول انه طيب. انه التاجيل الى يوم الثلاثاء هي عمليه تسويف تسويف تبريد للقضيه بالله. وانا ما تمنيت انه احنا نوافق على هذه هذا الامر ممكن. لكن يعني اخذنا رئيس المجلس بهذا القرار وقال حتى يعني, يعني آه كان معنا وقت انه يوم. كان معنا انه جلسه الاحد لا تشريعيه خليها لجلسه آه الثلاثاء وكانه الجلسه التشريعيه اهم من هذه القرارات انا بقول هذه عمليه يعني تسويفيه واشك انه دبر لها بليل كما يقال. بالنسبه لنا انا ما بقول انه مجلس النواب ضعيف لا. مجلس النواب اللي يعني نجحت الحكومه بثمن اصوات بفرق بسبع اصوات مش مجلس ضعيف. وكذلك رغم انه يعني هذا المجلس لم ياتي بقانون انتخاب عصري ولم تشارك فيه احزاب مثل ما حكى اخوي سمير ب المسارب الحزبيه التي يجب ان تسير عليها, عليها لكن آه يعني في نخبه من آه الشباب الوطنيين والواعين واللي آه طيب احترم قدراتهم لكن لكن خلينا نوصف كيف تسير لانه الوقت اه لا يعني مثلا آه الحكومات وهذه الحكومه ايضا جعلت من النواب حولت دورهم بدل ما يكون تشريعي ورقابي الى دور خدم يعني تعطيهم بالشمال حتى يبصموا لها باليمين للاسف الشديد فبقيت يعني اللعبه بيدها وبقيت صحيح كل الخيوط تحرك تبدا بيدها وتنتهي بهؤلاء طب هل تعتقد في النهايه سيتم الافراج عن الدقامسه؟ انا اتمنى ذلك وهذا مطلب هذا هذا مطلب شعبي سيكون مخرج الحكومة؟ انا لا ابحث عن مخارج الحكومه هي التي هي تبحث. التي بس انا اتمنى انه يعني تمسي ولا تصبح. طيب ساعتنا بميسره السرديه، هل تعتقد انه سيتم الافراج عن الدقامسه في سجنه واللي ربما لم ينهي حكوم محكوميته حد الان؟ يعني بالنسبه لمحكوميته انا لاني سالت محامين كيفت القضيه للدقامسه على اعتبار انه السنه 12 شهر وليس تسع وليس تسعة أشهر فبقي ثلاث سنوات بس تصحيح للأخت نعم. اللي سألتك وأنا سألت الأستاذ المحامي سميح قرس نعم. في هذا الموضوع هل من السجن آه الخروج من السجن, من من السجن خروج من السجن كما قال الدكتور نحن لا نبحث لها هي, هي تنقذ نفسها بنفسها وتبين صفحتها أمام المجتمع ولكن أنا أتوقع أن الإفراج عن البطل أحمد الدقامسة سيكون انجاز ليس للحكومه سيكون انجاز لاكثر من مؤسسه وجهاز ومنهم سنو. مؤسسه القصر في هذه الفتره الحرجه التي يعيشها الاردن ويعيشها اقليمنا والمناكفات الاسرائيليه للاردن هل تتوقع سعادتنا ان يتدخل جلاله الملك ويقوم بقرار مثل هذا الموضوع يعني انا بعتقد ان موضوع الافراج عن الدقامسي اصلا هو فقط باراده ملكيه لكن انا شخصيا مع اني بتمنى يفرج عنه الان واحنا طلبنا وصوتنا وهي المره العاشره يمكن بس توقعاتي انه ما راح يتم الافراج عنه في عنا عند الحكومه اللي المفروض انها توصي بالافراج عنه عناد فظيع في مواجهه توجهات مجلس النواب والشعب الاردني بس اقل من ثمن اقل من ثمن كل مقتل, مقتل رائد اقل, أقل من, من ثمن اقل وطرد السفير اقل من ثمن وسحب سفيرنا اقل صحيح. من ثمن طبعا وحتى معاهده وادي عربه اقل من ثمن لأن هذه صفعه صفعه كبيره جدا شكرا شكرا سعاده نائب صح. الدكتور معصف الشوبكي شكرا لك سعاده النائب مصر السرديه شكرا لك سعاده النائب سمير ويس شكرا, شكرا. لوجودكم معنا شكرا لكم اعزائي المشاهدين على المتابعه حتى نلتقي يوم السبت نستودعكم الله